صباح النور، صباح الخير البنات، صباح الخير بنتيا، كيف صبحتي اختي؟ كلشي مزيان؟ تحيتي 5 5. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. هذا النهار غادي نشدو الطريق ان شاء الله كما كيكون في اخر فيديو، غنشدو الطريق الجديده الاوتيل مازادون. تما فين غادي يكون ايفينمون ديال اوميكرام اللي غنبارطاجي معكم ان شاء الله فيه كلشي. اول حاجه ديجا خرجنا من لوطيل جمعه الفتاه جامع كما كيكون، جينا باش نشدو جينا نروح لكافي المهم كنا غادا يزين اقرب كافي المدينه باش ما نضيعوش الوقت، قلنا ندخلو نفطرو فيها ان شاء الله نشدو الطريق. غنوريكم فطور خديت انا البنات هيلتي كما كتشوفوا، فيه توست بالافوكا. انا اصلا كيعجبني ديما كنصايبو في الدار، كتشوفوني كنفطر به بزاف في الدار، ملي بان لي عندهم هنايا خديتو. في حتى هذا ديال الشيا احمق على الشيا، وهذا الفطور ديال عزيز عفوزي هي تصيدات فينا تراديسيونيل في بغرير حرشة مغربي صباح الخير الشيف، هذا راه ما تهدرش في الصباح تيكون مود سيلونسيو في قال لك في نفطرو ونشدو الطريق ان شاء الله. ها نهضر من بعد الفطور واخا بالصحه والراحه. سلامتنا حنا يلا وصلنا دابا لوطيل اوتيل مازاغون اللي كاين في جديده، المهم ماشي جديده بالضبط ازمور، حيت ازمور جات تقريبا في النواحي ديال جديده بعيده على جديده بواحد 13 كيلومتر. المهم نخليكم معايا غادي نقول لكم البروغرام ديال هاد النهار كيفاش غيدوز ان شاء الله، نبارطاجي معكم الاجواء كلهم. جلسنا باش نتغدوا، المهم بالنسبه للبابيت حيت غير باش نهضر معكم حيت اوبليغاتوار في لوطيل بيان سور، خدينا لي بادجي ديالنا كاملين دابا كيما كتكون باش نتغداو، دايرين دي لانش بوكس بحال هكا لينا كاملين. المهم انا نحلو نشوفو شنو فيه، انا غادي نحاول نقرب لكم الاجواء كاملين كيفاش غيدوزو هاد الجو هاد ان شاء الله. بالصحة والراحة السي عزيز. انا شوفو المهم دايرين هنايا واحد الشيبس، الشيبس ما كناكلوش انا عطيه العزيز بنانا. شنو هذا انت قلبتي؟ هذا الديسير. هنايا كاين واحد الساندويتش وبيان سور عطاونا قريعات ديال الماء. شوفوا لا في، المهم لوطيل كيحمق. اول مره كنجي ليه صراحه، جديده كلها اول مره كنجي ليها، المدينه ديال جديده اول مره كنجي ليها. لوطيل غزال هيا البنات مالكه يلا جات حتى هي لاباس عليكم كلشي مزيان، مرحبا بكم معنا في اوري فلاف اللي مازال ما مسجلينش. مرحبا بكم، مرحبا بكم، نتمنوا لكم ان شاء الله تنتموا بحال هاد السفريات. الله يسهل على الجميع، تبارك الله عليكم كاملات. تكون عندنا فورماسيون نتلاقاو مع المديره العامه. المهم ديجا اصلا عطينا البروغرام كامل هنايا شفتوا في البادج تقريبا من جوج حتى لربعه واقيله ياك. من بعد غتكون بوز كافي وغتكمل نكملوا لا غيمون ان شاء الله. المهم كاين بزاف، غنصور لكم كلشي، كنصور لكم كلشي، غنصور لكم امينه شويه شويه بالحاجه ضروري ضروري. تلاقينا بعدا مع الجو غزال هنايا في الجديده.
توحشناكم بزاف 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 بزاف. توحشنا لي سيمينار، توحشنا نتلاقاو معكم، توحشنا نشوفوكم وتشوفونا، توحشنا هذا الجو اللي كله حماس وكله نشاط وكله حب وكله ايجابيه. فريمون فرحانين بزاف انه اخيرا اخيرا قدرنا اننا نديروا لو سيمينار ديالنا وقدرنا اننا نتلاقاو معكم. دونك مرحبا بكم والف الف مرحبا. حنا اليوم شفتوا لا قصه ديال اوريفلا، دونك ما عرفتش واش كاين بزاف اللي تيعرفوا هاد لا سيري اللي سميتها لا كاسا دي بابيل. علاش لا كاسا دي بابيل؟ ما عندناش نفس الهدف داكوغ، مي عندنا نفس روح الفريق، عندنا فريمون واحد التضامن ما بيناتنا، واحد الحب ما بيناتنا، وعندنا واحد الهدف واحد. ولا هادشي جات الفكره ديال الفريق المنظم انه اللي هي لا كاسا دي بابيل كاسا دي اوريفلام. حنا بغينا نصرفوا الوقت ونجحوا اكثر ونحققوا احسن احسن حوايج، قدرنا نجمعوا 300 ديال الناس، فعندنا 14 جهه اللي حاضره معنا، ونديروا واحد الدوره سريعه من شمال المغرب الى جنوبه. فينا هو الناس ديال الشمال حاضرين معنا؟ نشدوا الطوموبيل ديالنا وندوزوا ونمشيو ونطلعوا للجهه ديال فين غنتبعوا؟ مكناس. دونك الجهه ديال مكناس، من الجهه ديال مكناس غادي نمشيو للجهه ديال فاس، ومن فاس غادي نطلعوا للشرق ونمشيو للجهه الشرقيه، ومن الجهه الشرقيه غادي نهبطوا عاوتاني ونمشيو مدينه الرباط، ومن الرباط نمشيو ونمشيو للمدينه ديال الدار البيضاء، دار بيضاء غادي نمشيو للجهه ديال تادلا اسفي، ومن تادلا اسفي غادي نمشيو للجهه ديال مراكش، من مراكش غنمشيو للجهه ديال اكادير، من اكادير غادي نمشيو للصحراء المغربيه اخر جهه اللي عندنا. دونك مرحبا 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 بكم كاملين، مرحبا بكم كاملين، ما نشيت حتى شي جهه. غادي نهضر لكم على واحد ملخص حسب اللي كنشوف التجربه ديالي الخدمه ديالي معكم. كاين بعض المسائل اللي كيكونوا عندنا فيها بعض الثغرات اللي بغيت نهضر لكم عليها، كاين بعض المفاتيح اللي خصنا نعرفوا نخدموا بهم. اول حاجه، انا كقائد اللي وصلت اليوم للقياده ولا الناس ديالي اللي كنعرض عليهم باش يدخلوا معايا في هذا المجال، خاصني نكون موجدهم لبعض المسائل اللي عرفوها، خاصني نوجدهم نفسانيا شنو اللي خصهم يديروا، كيفاش خصهم يخدموا. وبالنسبه لي اول نقاش خصو يكون مع الشخص اللي غادي نبغي نخدم معاه، اللي كنشوف فيه انه باغي يخدم ولا اللي عبر على انه باغي يخدم معايا، هو انه واش مستعد للتغيير. حيتاش دابا نتوما ملي كتهضروا مع الناس كتقول لها اجي اوريفلا كاينه فرصه الربح، سفريات، شيكات، عرفتي انا الا كنت ماشي في اوريفلا نسمع هادشي هذا غندخل كنجرب ما غنفكرش. ولكن ملي غادي ندخل واش عارفه راسي فين دخلت؟ اشنو اللي مطلوب مني؟ اشنو خصني ندير؟ فحنا كنبيعوا لهم واحد الحلم زوين بزاف، كنوصلوا للحلم قبل ما كنبداو نمشيو في الطريق. ولا هادشي الناس ما كيستمروش لان ما عارفينش شنو كينتظرهم. فاول حاجه اي انسان دخل معاكم لهذا المجال هذا خصو يكون مستعد انه يتغير. شنو معنى يتغير؟ انه يخرج من منطقه ديال الراحه ديالو اللي كان عايش فيها، مرتاح راضي بما قسم الله، يمكن مراه جالسه في الدار قبل وليداتها عايشه، ما عندها ما خصها ولا أخص. ما عندهاش وما باغاش ولا بزاف ديال الحاجات. دونك انا ملي كنجي كنعرض على شي واحد خصني نشوف واش قادر انه يخرج من منطقه الراحه ديالو، وانه يمشي يقلب على واحد الحاجه جديده. بعدا خصو يكون نفسانيا مهيئ انه باغي ينجح، داكوغ؟ هذه اول حاجه. ثاني حاجه خصو يكون قابل انه يغير طريقه الحياه ديالو، يغير. ما كانش كيعرف كنجيو كنعيطوا للناس اجي باش تدوز فورماسيون، انا شداني
كاينين شي فورماسيون ما عارفه لا فورماسيون ولا والو ولا حتى شي حاجه. السلام عليكم. عليكم السلام. اجي تفورما. هذا راه تغيير كبير بالنسبه لينا حنا عادي، ولكن واحد الانسان يمكن كان خدام ديجا غارق بالخدمه ديالو بركه عليه من الصباح حتى العشيه، ولا جالسه في الدار عندها واحد نمط الحياه ديالها محمره سمعت سالات مع المدرسه شحال هادي ومشي اجي تفورماي اجي تحضري اجي ديري. دونك هذا راه تغيير كبير. حاجه واحده اخرى هو انني خصني يكون عندي مستعد انني نغير، لان كنحس انني بغيت نمشي لواحد المستقبل احسن. خصني بعدا نكون واثق، حيت راه كلشي اللي غتسولو دابا تخرج لاي واحد غتسولو تقولي واش بغيتي تربح الفلوس غيقول لك لا. مايمكنش شي واحد غتقول له واش بغيتي تربح الفلوس يجي يقول لك لا لا انا ما بغيتش نربح الفلوس عندي. ما كاينش واخا كيكون عنده كيبغي كثر داكور، مي خصنا نعرفوا انه راه حنا كنخرجوه من واحد الحاجه، كيكون عايش في واحد المنطقه ديالو مرتاح اللي كنسميوها منطقه الراحه لا زون دو كونفور، عايش الحياه ديالو، عنده واحد النمط العيش، عنده واحد سيكوريتي واحد الوقايه واقي راسو من بزاف ديال العوامل الخارجيه، عنده واحد الروتين في الحياه عادي روتين عادي، كان كتفيق الصباح كطيب الغديوه ديالها تتسنى وليداتها متبعه واحد المسلسل بزاف، حتى كنجي انا كنخرجها لواحد الحياه واحدة اخرى. راه كنخرج الانسان من منطقه ديال الراحه ديالو، ولكن واش هو مستعد؟ واش سولته؟ واش ملي كيجي عندكم شي واحد كتسولوه واش مستعد باش تغير حياتك 180 درجه؟ هذا اول سؤال خصكم تسولوا الناس. الا كان مستعد حيت سهل انني نقنع الانسان يربح الفلوس، ولكن صعيب انني نقنعو كيفاش غادي يربح داك الفلوس. وعلى هادشي بزاف الناس تيبداو معكم ما كيكملوش، لان ما كيخرجوش من منطقه الراحه ديالهم. نتوما كتفرضوا عليهم تتخرجوهم سنعيش، وكتجي انت كتجبدوا فين بغيتي تجبدوا، كتجبدوا المرحله الاخيره اللي غنهضر عليها. قبل ما يوصل المرحله الاخيره خاصك توصلوا بمراحل. ثاني حاجه خصني نعلمو المغامره، حيت اش راه لو ريسك كاين داكور، خصني يتجرأ الانسان واش مستعد تجرأ، خصني نسول هذا السؤال واش مستعد تجرأ، مستعد انك تغامر تدخل معايا في واحد المشروع. نتوما ما تقدروش تسولوا الناس واش مستعد انك تغامر، علاش؟ حيت خصنا نبيعوا اليوم النجاح ما تنبيعوش اليوم راه الفشل، لا خصني نبيع النجاح والفشل. بغيتي مرحبا بك، ما بغيتيش على خاطرك ما نضيعش معاك وقتي، حيت كتلقاو راسكم كتضيعوا بزاف الوقت مع ناس ما يستاهلوش، لان ما دوزتوهمش المراحل ما عطيتوهمش الحقيقه، عطيتوهم النهايه وصلتوهم اللي فين غادي نوصلكم مع مراحل. خصني نسولو واش مستعد انك تفونسي معايا دارجة الفونس كنقولو حنا تفونسي، واش غتفونسي معايا واش مستعد باش تمشي معايا طريق وحده انا وياك ليد في ليد. ها مستعد هنا راه كاينه مغامره، كيف يمكن ليك تنجح كيف يمكن ليك ما تنجحش، راه هادشي راجع ليك بيان سور، ولكن راه ماشي كلشي غير زوين، ماشي كلشي غوز وحلو وزوين، لا راه كاين الصعيب، كاين الصعيب داكوغ. دونك واش انت مستعد انك تدخل معايا في هاد لو ريسك؟ اها مستعد، مي خصنا نعرفو واحد الحاجة مهمة، هو اللي راه الإنسان إلا ما جربش فرنسية تيقول لك سولوي كي ناغيان كي نو ريسك غيان ناغيان، ولا سولوي كي نو طونت غيان ناغيان، اللي ما جربش اللي ما غامرش ما عمرو كيوصل لشي حاجة، اللي كيبغي يبقى في منطقة الراحة ديالو ما عمرو كيوصل لشي حاجة، كيبقى عايش حياة ديالو زوينة هي هاديك عاجبة راضي عليها، ولكن اللي بغى النجاح وراه ماشي كلشي معطيها ليه هاد القيمة أنه باغي يغامر، لأن هي مغامرة، مغامرة ماشي غادي يغامر بفلوسو، ماشي بمعنى أني سنهضر على مغامرة غنغامر بفلوسي، راه ملي كنغامر شنو المعنى ديالها؟ المعنى ديالها أنني مشيت عند راجلي، قلت أنا دخلت لواحد الشركة، ورا الشركة كتعطي الفلوس، والشركة كدير وكتفعل، دونك شنو درت؟ هضرت مع ولادي، هضرت مع العائلة ديالي، دونك عطيتهم واحد الأمل، داكوغ؟ تأملوا معايا في واحد الحاجة. ولكن واش انا مستعد باش غادي ندير داكشي؟ واش ساهل؟ ما ساهلش، انا كنغامر بوقتي، وقتي كنعطيه ليكم، كنعطيه لواحد العمل اللي ما عارفاش واش غادي يعطيني ولا ما يعطينيش، ولكن هذه هي الحياه. اي واحد كيدير مشروع ماشي كيحل مشروع غدا الكليان تيدخل عليه السلام عليكم عافاك بعليا، راه كيغامر كيخسر من جيبو، حنا ما كنطلبوش الناس يخسروا من جيبهم، كنطلبوش الناس يخسروا فلوس، كنطلبوهم انهم يخسروا الوقت ديالهم. دونك هادشي واحد الحاجة مهمة بزاف اللي خصنا نعرفوها، وهنايا غادي نعاود ثاني نرجعو لنفس الدائرة ديالنا كيف ما قلنا، إلا شفتو ديك الدائرة الخضراء زوينة خضراء وزوينة وهذا واللي موراها رمادية، علاش؟ لأن هاديك هي لازون أصعب وحدة، فيها شكون؟ المحبطين بعدك،
ملي تتخرج تبغي تخرج تبغي تخرج من ديك لازون دو كونفور ديال عشتاك غيضيعوا لك وقتك يديو لك فلوسك غادي يضحكوا عليك شحال من واحد صحاب لي غيدير شي حاجه مع اوي فلو شحال تيدخل لهذا الصراع اللي هو اصعب حاجه اصعب حاجه هو اللي تيدخل تيقرر انه يبدا وكيدخل لهذيك المنطقه ديال المغامره اللي هي لازون دو ريسك وتيبداو يدوروا به الناس صحاب الحسنات باش يهرسوا ليه المقادير ديالو باش يهرسوه قبل ما تيرجع لعندك تيكون مشى ولكن الدور ديالك انت انك تكون كتوجد وتكون اذكى من العوامل الخارجيه انت قبل ما الناس يجيو يقولوا لي لا راه ما عندك ما دير شحال من واحد دخل اوريفلام انا تنوجدو راه غتلقى مع الناس وغيقولوا لك راه ما كاينش انا راه مثال حي قدامك ما عنديش جوج عقوله ولا عندي اربعه اليدين عندي عقل واحد وجوج يدين وجوج رجلين بحالي بحالك ولكن انا قررت نغير وخديت دخلت في هذه المغامره وقررت باش ننجح دونك ملي غادي نمشي مع الناس ديالي في هذه المراحل غادي الناس يكونوا ديجا نفسانيا ما تنساوش راكم دابا قاده والقائد ما عندوش غير تطبيق راه عنده كذلك اول حاجه التجربه ديالو وثاني حاجه خصو يلعب على النفسيه ديال الاخر خصو يعرف كيفاش يتواصل معاه بالتجربه ديالكم كتعرفوا كيفاش تهضروا مع الناس كتعرفوا كيفاش توصلوا واحد الميساج تويج فزيه اليوم ان شاء الله فزيه ان شاء الله فزيه من بين الناس اللي داروا لهم التتويج اليوم دابا بوز كافي جينا باش نرتاحوا شويه خدينا شفتوا معايا البيفر اللي صورتو لكم لينا هكذا ديسالي حليوات ومن بعد مازال عندنا تقريبا واحد شي ساعه تقريبا ياك شي ساعه ان شاء الله نطلعوا لي الشومبر باش نرتاحوا حيت مازال لا صباغي العشيه كاينه سواغي اليوم وغدا كنظن ان شاء الله ولا لا خدك علينا الزين ديالي ملكه الغزاله مرحبا بكم عندي شكرا خطات كل هاد مزاقهم بسميتي ان شاء الله جينا للشومبر البنات باش ارتاحينا شويه المهم انا ديجا دوشت بعدا ما يمكنش مع الطريق والسفر وهذا ضروري ارتحيت شويه كما قلت لكم دوشت بقى لي غير شعري حتى نشفو غنشفو دابا وغادي نبدل عليا وغادي نطلعوا باش نتعشاو غادي نطلعوا حيت حنايا انا خديت لا شومبر لتحت في الريتشوسي بغيت نبارطاجي معكم غير الغوجا لي اللي انا دايره اليوم داخلت الفوزيه هي اللي بحاتو هاري الفوزيه هذا البنات كما كتشوفوا في الاحمر هو اللي انايا دايره اليوم كيجي غزال في الفم ديال اوريفلام داروا واحد القضيه اليوم اي وحده تكون لابسه زعما هكا هي باغزا جات لابسه الاحمر خدات عكر احمر فوزيه جات هي هذيك مع المفاجاه اللي كانوا دايرين وخدات كادو عكر احمر هو اللي دايره انا الفم يمكن كيجي غزال دابا غادي نمشي نبدل عليا كما قلت لكم دغيا ونطلعوا وانتيكم معايا جيت راسي نشفت شعري درت شويه ديال لي بوكل من التحت كما كتشوفوا ولبست هاد لاغوب هادي في النوار حيت داروا معنا اننا نلبسوا كاملين النوار اليوم كلشي غادي يلبس النوار في العشاء وصافي الميكاب راه وريت لكم قبيله غنبارطاجي معكم خلاص بالنسبه لاغوب غنلوح عليا واحد المونطو حيت برد الحر شويه حتى ندخل للريستورون ونحيدو بالنسبه للبارفان غادي ندير هادي كيما جيتو شي لرمينا
غادي ندير هادي، عطاوها لينا كادو اليوم كما كتشوفوا ديال اوريفلام، ريحتها كتحمق، ريحتها خطيره خطيره جدا، ريحتها كتحمق البنات. ها هي جربوها، خذوها جربوها، ريحتها فنه. هذا القاده الزوينين ديالنا. خلينا لا سواري مازال خدامه، ولكن مع الفيق بكري والطريق انا بدا عييت. وي وي لا ما كنبان لكم الظلام،
المهم على بالكم طلا فراسكم تصحوا على خير. نمشي نغسل وجهي لبس بيجامتي تخشى تحت المانطا. يلا لا تهلا ديال فراسكم حتى غدا ان شاء الله. لا جورني ديال غدا غتكون واعره على ديال اليوم حيت كاينه واحد الكالا اللي غنبارطاجيها معكم ان شاء الله. تهلا ديال فراسكم وتصبحوا على خير.